اليوم معنا احدى المتظاهرات وهي اكيد عندها مطالب راح نسمعها. تفضل. اول شيء حي الشعب العراقي كله على هاي المظاهره اللي من كل المحافظات جايين طبعا، وان شاء الله للتغيير، وان شاء الله نسعى احنا للتغيير، وان شاء الله راح يصير هذا الفد شيء. بس احب اقول فد شيء واحد اريد يفهمونه الحكومه، هم طبعا الكل جاي يعني كل راح يشوفني. احنا عندنا مظلوم بسجن، فاللي اشتكى عليه هو داعشي والمظلوم هو البريء، فالمظلوم هسه محكوم اعدام والداعشي هو طالع برا، هو هسه يعني عادي يمشي ويتحرك بكل يعني اصلا ما حد يواجهه ولا حد يحاكي. فبس احب اقول تنويه بسيط انه لما تاخذون شخص او لما يعني تجون تعتقلون شخص يا ريت انه اكو مذكره القاء قبض او فد شيء دليل عليه، او بس احمي ايدانه ومو تجون تاخذونه وتحت التعذيب تبصمونه على شغلات وبدون شهود. فهذا اكثر شيء حارق قلبي لان هو كلش عزيز علي انا وغالي علي انا وعزيز على قلبي، يعني هو اخوي. ها فهو انحكم اعدام والداعش هو برا، فيا ريت يعني شوي بس على الاقل تركزون شويه مو اكثر. شكرا شكرا إنس شكرا.